أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وأنعم. مدد يا رب، مدد بلا حصر ولا عدد من الأمد إلى الأبد. اللهم أمدنا بمدد الأمداد، اللهم أمدنا بمددك ومدد رسولك الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أمدنا بما أمددت به رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تقطع عنا مددك ولا تقطع عنا رفدك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أحب خلقك إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم، وأسعد خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأفرح خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأقرب خلقك إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم، وأعلم خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا منازل الصديقين من غير حول منا ولا قوة، وإنما بمحض حولك وقوتك وجودك وكرمك وتفضلك علينا يا أرحم الراحمين، آمين. والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نقرأ في كتاب منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين للإمام الغزالي. هو أشار هنا إلى معنى أردنا أن نقرره، وهو أن المراد ليس الجنة على الحقيقة، المراد رضا الله، وأن تكون في رضوانه وتكون قريبا منه، وأن ينزلك منازل الصديقين ها مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلين، ها فهي أقرب الدرجات إلى الله تعالى. فالمقصود منه القرب لله تعالى، مش الجنة، مش الجنة نفسها خلاص. لكن بيقول لك إيه، أنت كواحد مؤمن عادي في الأول خلاص بتشتغل الجنة، لكن الذي مع الجنة مع مخلوق، والذي خائف من النار مع مخلوق، والذي يريد رب العالمين فهو مع الخالق سبحانه وتعالى. فده المراد الأعلى، فهو يديك المراد الأدنى إلى جنة رب العالمين لتتحصل على المراد الأعلى بعد كده، ويكون لك تطلع إليه. ده الضابط. وفي ضابط آخر، وهو إن هو منهاج العابدين. تكلم في المختصر فيما سبق عن العقبات التي تمنع الإنسان من العبادة أو تعيقه عن العبادة، فالمقصود كله إقامة نفسك في عبادة الله تعالى، والتحقق بقوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فده المراد في الكون كله خلاص، سواء أنت هتسلك لله أو هتتعبد، يبقى المراد واحد برضه، هو أن تقيم نفسك في عبادة الله وفي خدمة الله تعالى. فده المراد. عشان كده بنهتم بالفقه، ليه؟ لأنه هو طريق رضا الله تعالى، بأنك أنت تعرف الحلال والحرام فتمتنع عن المحرم وتفعل ما وجب عليك من الطاعات والمندوبات. فده مدار الفقه، هو ده يبقى المدار، مرجع إلى الفقه الذي تتعلم به كيف تعبد الله حق عبادته فتقيم نفسك في مقام العبودية. قال الإمام الغزالي في كتابه منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين: العقبة الأولى، وهي عقبة العلم. هو تكلم بعد كده عن تكلم قبل ذلك عن تلك العقبات السبعة باختصار، وقال في آخر الباب السابق: فاعلم الآن بتوفيق الله أن الحاصل من الجملة سبع عقبات: الأولى عقبة العلم، الثانية عقبة التوبة، الثالثة عقبة العوائق، الرابعة عقبة العوارض، الخامسة عقبة البواعث، السادسة عقبة القوادح، السابعة عقبة الحمد والشكر، وبتمامها يتم كتاب منهاج العابدين إلى الجنة. ونحن الآن نتتبع هذه العقبات بشرح الموجز اللفظي مشتمل على النكت المقصودة من هذا الشأن. كل منهما في باب مفرد، قلنا في رواية كل منها ده الشرح، ماشي، كل منها في باب مفرد إن شاء الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق والتسديد بمنه، لا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: العقبة الأولى وهي عقبة العلم، فأقول وبالله التوفيق: يا طالب الخلاص والعبادة، الخلاص بالعبادة عليك أولا، وفقك الله بالعلم، فإنه القطب وعليه المدار. فأقول وبالله التوفيق: يا طالب الخلاص أي النجاة والعبادة، لأن العبادة هي فيها النجاة، عليك أولا وفقك الله سبحانه وتعالى بالعلم، فإنه القطب أي المدار، وعليه المدار أي الذي يدور عليه هذه الأشياء.
وعليه المدار، أي في الوصول إلى إيه؟ الخلاص والعبادة لله تعالى. إذن العبادة مقصودة هي، واضح؟ واعلم أن العلم والعبادة جوهران، لأجلهما كان كل ما ترى وتسمع من تصنيف المصنفين وتعليم المعلمين ووعظ الواعظين ونظر الناظرين، بل لأجلهما أنزلت الكتب وأرسلت الرسل، بل لأجلهما خلقت السماوات والأرض وما فيهن من الخلق. وتأمل آيتين في كتاب الله عز وجل، إحداهما قوله عز وجل قوله جل ذكره: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وكفى بهذه الآية دليلا على شرف العلم، لا سيما علم التوحيد. والآية الثانية قوله جل من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكفى بهذه الآية دليلا على صرف العبادة ولزوم الإقبال عليها، فأعظم بأمرين هما المقصود من خلق الدارين، فحق للعبد ألا يشتغل إلا بهما، ولا يتعب إلا لهما، ولا ينظر إلا فيهما. واعلم أن ما سواهما من الأمور باطل لا خير فيه، ولغ لا حاصل له. فإذا علمت ذلك فاعلم أن العلم أشرف الجوهرين وأفضلهما. طيب قبل ما نجيب الأدلة بتاعت العلم نتكلم إيه؟ واعلم أن العلم والعبادة جوهران، لأجلهما كان كل ما ترى وتسمع من تصنيف المصنفين. المقصود بالجوهر هنا طبعا ليست ما تقوم به الأعراض عند المناطق، لكن المقصود إيه؟ إنها جواهر، يعني حتى الشارح ذكر ذلك، قال إن إيه؟ والجوهر في الأصل حجر ينتفع به. فالعلم والعبادة، العلم ده جوهر بس هو عرض، العلم عرض لا يقوم إلا بالجواهر، وأيضا العبادة صورة العبادة من قيام والركوع والسجود دي أعراض تقوم بالذوات، خلاص؟ جوهران فهما كالجواهر أو كأنهما جوهران حقيقيان بانتقالهما مقصودان، وليس يقومان بالجواهر. يعني لأجلهما كان كل ما ترى وتسمع من تصنيف المصنفين، بل كما جاءت الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن قيام الدنيا من أجل عبادة الله تعالى في كل ما فيها، خلاص. لكن الشيخ يتكلم عن العلماء، الطبقة الخواص وخواص الخواص. لأجلهما كان كل ما ترى وتسمع من تصنيف المصنفين وتعليم المعلمين ووعظ الواعظين ونظر الناظرين، أي تفكر وتدبر المتفكرين والمتدبرين. بل لأجلهما أنزلت الكتب أي السماوية، وأرسلت الرسل من عند الله تعالى والنبيين. بل لأجلهما خلقت السماوات والأرض من أجل العلم والعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس في تفسيره: إلا ليعرفون. والمعرفة هي العلم، إذا المقصود به يعبدون كظاهر اللفظ، وتفسير ابن عباس يعرفون، يبقى المراد به المعرفة والعبادة، أو العلم والعبادة. فالمعرفة والمعرفة والعلم واليقين والإيمان بمعنى مترادف، بينهما اشتراك يكاد يكون الترادف التام. بل لأجلهما خلقت السماوات والأرض وما فيهن من الخلق، لأجل العلم والعبادة. وتأمل آيتين في كتاب الله عز وجل، إحداهما قوله جل ذكره: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، لام التعليل، لام التعليل، وتعلموا أهو مقصود العلم، أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أي تدركوا صفات الله. ليس المقصود إدراكة إيه؟ أن الله على كل شيء قدير بذاته بخصوص القدرة، أو أن حاطت الله بكل شيء علم، لا، تدري صفات الله كلها بقى. ها؟ وكفى بهذه الآية دليلا على شرف العلم، أي لتعلموا المراد من خلقكم، ولتعلموا أن الصفات الله تعالى.
وكفى بهذه الآية دليلا على شرف العلم، لا سيما علم التوحيد، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، أي تعلموا متعلقات صفات الله تعالى وما يتعلق بذاته العلية المقدسة مما يجب له ومما يمتنع عنه منه ومما يجوز عليه سبحانه وتعالى، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. وكفى بهذه الآية دليلا على شرف العلم لا سيما علم التوحيد. والآية الثانية قوله جل من قائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذا وكفى بهذه الآية دليلا على صرف العبادة ولزوم الإقبال عليها، أي صرف الهمم إلى العبادة ولزوم الإقبال عليها أي على العبادة، فأعظم بأمرين. يبقى الآية الأولى بتدل على لتعلموا شرف العلم، والآية الثانية ليعبدون تدل على إيه؟ شرف العبادة، اللي هما المضارع اللي هو العلم والعبادة. فأعظم بأمرين هما المقصود من خلق الدارين، أي الدار الدنيا والدار الآخرة. فحق للعبد ألا يشتغل إلا بهما ولا يتعب إلا لهما، أي العلم والعبادة، ولا ينظر إلا فيهما واعلم أن ما سواهما من الأمور باطل لا خير فيه ولغو لا حاصل له، إلا لو كانت توصل لواحد بالاثنين، للعلم أو إيه أو العبادة. لذلك الحديث مشهور، يعني الدنيا ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما. يبقى العلم والذكر والعبادة، وما ولاه أي والى على طاعة الله وعبادته، أو ما ولاه أي والى على الذكر، لأن الذكر هو رأس العلم وهو رأس التفكر، رأس الاثنين التفكر والعبادة. طيب، واعلم أن ما سواهما من العلم والعبادة من الأمور باطل لا خير فيه ولغو لا حاصل له، وكتب هنا لا حاصل له جاب الحديث عن